كشف الاتحاد لفريق لكرة القدم الكاف يومه الخميس عن اللائحة النهائية للمرشحين لنيل جوائز الكاف 2023 عن فئة أفضل لاعب إفريقي، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الحفل السنوي يوم 11 من دجنبر الحالي بمدينة مراكش المغربية. أعلن الجهاز المذكور عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي، والتي شهدت تواجد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، والدولي المغربي أشرف حكيمي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي الإيطالي. ويغيب عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023 الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي، بعدما كان من الأسماء المتداولة والمرشحة بقوة للفوز بهذا اللقب. كما كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الخميس عن المرشحين الثلاث لنيل جائزة أفضل مدرب داخل القارة السمراء، وانحصرت المنافسة بين الثلاثي وليد الرقراقي مدرب الأسود والجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري سابقا وسيمبا التنزاني حاليا، إلى جانب اليوسيسي مدرب منتخب السنغال. وسيتعرف العالم على أفضل مدرب في إفريقيا على هامش حفل جوائز الكاف الذي ستحتضنه عاصمة النخيل مراكش الاثنين المقبل. يذكر أن الرقراقي قاد الأسود إلى احتلال المركز الرابع عالميا في مونديال قطر، وبن شيخة حقق لقبي الكاف والسوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة، وسيسي حقق